واقعه غريبه حصلت في معهد ازهري في صفت اللبن في الجيزه. طلاب معهد ازهري كانوا بيمتحنوا امتحانات الشهاده الاعداديه. بعد الامتحان بعد ما خلص يعني الامتحان، الطلاب تجمعوا امام باب المعهد وقاموا باحتجاز المدرسين وضربوهم بالبيض والحجاره ومنعوا المدرسين من الخروج من المعهد. طبعا الشرطه جت بعد ما المسؤولين في المعهد اتصلوا بيها وانتهى الامر. لكن السؤال يعني ليه هؤلاء الطلاب وطلاب مرحله اعداديه يعني اكبرهم عنده 15 سنه يمكن قاموا بهذا الفعل الشنيع يعني. دكتور سمير ابو الخير مدير منطقه الجيزه الازهريه معايا على التليفون. دكتور سمير مساء الخير يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مساء الخير يا فندم. يعني اولا تعليق حضرتك على هذا الحادث. الكلام ده عادي تماما من الصحه، ما فيش حاجه اسمها بيض وحجاره واطفال احتجز لم تحدث هذه الحادثه. نعم يا فندم؟ لم تحدث بالمره. لا لا يا فندم، هو ده الولاد حتى كان عندهم امتحان جميل النهارده، ماده الجبر واخر يوم، وفرحانين بان هم هيقضوا الاجازه، وكمان كان في تطعيمات اخر يوم. سياده المحافظ كان عامل مبادره جميله، محافظ الجيزه، اللي هي ترك الابواب بناء على تعليمات السيد فخامه الرئيس رئيس الجمهوريه. ترك الابواب بتطعيم سن 12 لفيما فوق يعني، والولاد اتطعموا وادوا الامتحان بمنتهى اليسر، وكان امتحان ممتاز بمستوى الطالب العادي. وكان المعهد ده فيه حوالي 195 طالب خرجوا، كان في بس ولدين كده اتشاؤوا شويه امام الباب، مش داخل الباب، امام الباب من بره. امام باب الباب من بره، من بره المعهد، من بره المعهد. اتشاؤوا عملوا ايه يا دكتور؟ كانوا يعني الولاد بقى وعندهم فرط حركه شويه، فحبوا يودعوا المعهد بقى ورايحين اولى ثانوي في معهد اخر، فقالوا نخبط خبطتين كده بالطوب يعني، لكن لا طوب ولا بيض ولا اي حاجه، حتى البيض غالي. خبطوا خبطتين بالطوب حضرتك بتقول؟ نعم، خبطوا خبطتين بايه؟ بالطوب. كانوا بيحاولوا يضربوا بالطوب، اولياء امورهم نفسهم هم اللي منعوهم، مش حد تاني يعني، قالوا يا اولاد ما يصحش كده، ده معهدكم ولازم تصرفوا فيه الحال. وكان في تواجد شرطي موجود، لان لازم اللجان بتاعتنا 70 لجنه على مستوى الجيزه مؤمنه تماما من وزاره الداخليه. يعني مش عارف حضرتك شايف اللي احنا عارضينه على الشاشه ولا لا، اللي اليوم السابع، موقع اليوم السابع، طلاب معهد ازهري بصفت اللبن الاعدادي يرشقون مراقبي امتحانات بالبيض والحجاره، لم هذا الخبر عار على الصحه؟ تماما، وانا رديت على هذا الموقع. مش بس موقع اليوم السابع، في حوالي 8 9 مواقع نشر الخبر برضه. لا لا، انا رديت، ما هو كله خد من اليوم السابع، اول حد قال الخبر. وانا احنا الامتحانات لو في، انا عن طريق غرفه العمليات اي حاجه بتحدث، انا عامل غرفه عمليات عندي في المنطقه، اي حاجه بتحدث غير عاديه او بسيطه جدا لازم اخطر بها، فطبيعي جدا قالوا لي الحقيقه الموضوع ده من قبل اليوم السابع ومن قبل اي حاجه، والموضوع ما فيهوش اي مشكله. يعني من قبل ما اليوم السابع ينشر، ولا حجز من قبل ما اليوم السابع ينشر ولا طلبه متجمره ولا اي حاجه من الكلام ده. دكتور سمير، من قبل ما اليوم السابع ينشر حضرتك بتقول قالوا لك ايه؟ مين اللي قال لي؟ يعني حضرتك دلوقتي بتقول لي من قبل ما اليوم السابع ينشر اتكلموا مع حضرتك وقالوا لك، قالوا لك ايه؟ زمايلي في غرفه العمليات قالوا ان الامتحانات بتمر بكل سهوله ويسر وما فيش اي مشكله، ده على مستوى محافظه الجيزه منهم هذا المعهد. وقالوا لي في ولدين بس، ولدين حاولوا يضربوا او يحدفوا طوب على البوابه. الشرطة كانت موجودة للحراسة والتأمين، ده شيء طبيعي جدا. وأولياء الأمور مستنين ولادهم ياخدوهم، عشان هم بيطعموا، عشان لو حد سخن ولا حاجة هم مستنين الولاد ياخدوه، لكن ما فيش أي نوع من أنواع الحبس للمدرسين ولا تجمهر أمام المعهد ولا هذا الكلام، بدليل ما فيش تصوير بالكلام ده، ولا حد حطينا صورة ولا تجمهر ولا جلطة محدودة ولا الكلام. وكويس إن احنا يعني اتأكدنا من هذا الموضوع من سيادتك.
علشان كده يعني زمايلي اتصلوا بحضرتك ووضحت لنا ان ما نشر حول هذا الموضوع في مواقع عديده عار عن الصحه. تمام يا عمرو بيه. شكرا جزيلا يا فندم. انا بشكر حضرتك جدا عمرو بيه ان اصبت هذا الموضوع بتوضح الحقائق، ودايما برنامج جميل وبيسعى وبيدري للحقيقه في الحقيقه، فربنا يكرمك ويوفقك وبالتوفيق لكم كلكم، وتشكر جدا لحضرتك. اشكرك شكرا جزيلا للدكتور سمير ابو الخير مدير منطقه الجيزه الازهريه.